عدد جديد من برنامج حديث الجزائر، أهلا بكم. إذن يموت الناس من الجوع في غزة، هذا واقع، والمتسبب في ذلك معروف، وهو الكيان الصهيوني القائم بالاحتلال، ينبغي أن يحاسب عن هذا الدمار. أبرز ما شدد عليه مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع في جلسة مخصصة لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية. يأتي هذا في وقت تفيد تقارير ميدانية وأممية تفيد بتضرر سكان غزة من انعدام الأمن الغذائي بنسبة تقارب 100%، في حين وصلت قطاعات ومرافق حيوية مرحلة الانهيار في ظل استمرار حرب الإبادة. ووفقا لمبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، فإن أكثر من 495 ألف شخصا أو أكثر من 5 سكان غزة يواجهون مستويات كارثية هي الأخطر من انعدام الأمن الغذائي. في حديث الجزائر الليلة نسلط الضوء على المجاعة الحقيقية التي تعصف بسكان القطاع، ونتساءل هل باتت المنظمات الدولية عاجزة عن توفير الغذاء للسكان في قطاع غزة؟ وإلى أين وصل الجوع بأطفال غزة بعد 9 أشهر من حرب الإبادة؟ ولماذا تتوالى التحذيرات من المنظمات الدولية ويغيب الفعل؟ نجيب على هذه التساؤلات في برنامج حديث الجزائر الليلة. الليلة يشاركنا النقاش في برنامج حديث الجزائر الدكتور عبد الحفيظ بكيس، أستاذ القانون. أهلا بكم دكتور، مرحبا. أهلا مرحبا وبكل مشاهدي قناة الجزائر الدولية. ومعنا من رام الله الدكتور فهد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني الأسبق، مرحبا بكم معالي الوزير. أهلا. أهلا وسهلا. أهلا. ومعنا من نيويورك الأستاذ محمد دستوخي الكاتب الصحفي، أهلا بكم أستاذ، مرحبا. أهلا بك. أهلا وسهلا. أهلا. إذن أبدأ مباشرة معكم دكتور فهد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني الأسبق. إذن نحن أمام مشاهد مروعة، مشاهد لم يسبق لها المثيل، أطفال يتضورون جوعا وأمهات تستغيث من أجل توفير لقمة لأبنائها. يعني بداية الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص يتعرض إلى أبشع الجرائم من قبل الكيان الصهيوني، والتي ترقى هذه الجرائم إلى جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية. وهذه الجرائم ليس بشكل نظري وإنما بشكل عملي تم التوثيق والإدانة والإثبات، وذلك من خلال إرسال كافة الوثائق والأدلة والإثباتات إلى المحكمة الجنائية الدولية. وثانيا هناك معارك قضائية أمام محكمة العدل الدولية، وتم رفع قضية من دولة جنوب أفريقيا باتهام إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية. وبالتالي إذن أقول أن أركان الجرائم الثلاث يعني مكتملة ضد الشعب الفلسطيني، ولكن المشكلة تكمن في آليات تطبيق مبادئ وقواعد وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. لا. وثانيا هناك إشكالية تكمن في اتخاذ قرارات الهيئة الدولية، وهي هيئة الأمم المتحدة هي المسؤولة مسؤولية مباشرة عن تأمين كافة الاحتياجات للسكان المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة. وبالتالي استخدام حق النقض الفيتو من قبل الولايات المتحدة الأمريكية حالة دون تنفيذ وتطبيق واحترام هذه القرارات الدولية من قبل مجلس الأمن. وثانيا إسرائيل تضرب بعرض الحائط بكافة القرارات الصادرة من مجلس الأمن، وتخالف التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، وتهدد المدعي العام السيد كريم خان وقضاة المحكمة الجنائية الدولية، تهددهم بالعديد من التهديدات سواء هي إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي إذن أقول أن هناك إشكالية تقع في الجانب القانوني، بمعنى القانون الدولي بدون مسؤولية وبدون جزاء وبدون عقاب يبقى حبرا على ورق. لا. وهذا ما يحصل بالنسبة لإسرائيل. إسرائيل لا تسأل ولا تحاسب، وهي دولة متمردة على القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. إذن المشكلة تكمن
في المجتمع الدولي في البحث عن الآليات القانونية والقضائية لتحميل السلطة القائمة بالاحتلال المسؤولية الدولية والمسؤولية الجنائية الفردية الشخصية من خلال ارتكابها لهذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني. نعم، طيب سأعود لك بعد قليل دكتور فهد شلال. إذا دكتور عبد الحفيظ بكيس، كما أدار أو أشار الدكتور فهد الشلال، الإشكالية في الجانب القانوني والآليات التنفيذية التي تبقى عاجزة أمام الاحتلال الصهيوني. فعلا، بسم الله الرحمن الرحيم. والله أولا نقف وقفة أسى كبير جدا أمام ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني في أراضي غزة من سياسة تجويع وسياسة أرض محروقة وسياسة انتهاك للأعراض والحرمات، وبالنسبة للأطفال، بالنسبة للنساء، بالنسبة للشيوخ، بالنسبة للعجز، فهذه كلها في وصف القانون الدولي لا يختلف عليها أحد. هي جرائم حرب، هي جرائم ضد الإنسانية، هي جرائم يصفها القانون الدولي الإنساني بأنها جرائم حرب. ربما لو نعود إلى القرارات الدولية هي كثيرة جدا 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 لا يمكن إحصاؤها، آخرها ربما كان قرار مجلس الأمن الصادر سنة 2018 الذي اعتبر سياسة التجويع والحرمان من الإمدادات الإغاثية اعتبرها جريمة حرب مكتملة الأركان تعرض صاحبها للمساءلة الجنائية. أيضا لو نرجع مثلا إلى الوصف القانوني نلقوا أنه في ربما القرار المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية وما يسمى بقرار روما أو اتفاقية روما أو نظام روما، أن تجويع المدنيين مهما كان شكله أو نوعه في النزاعات المسلحة وقطع الإمدادات بشكل عمدي يعتبر جريمة حرب. الإشكالية الآن أو جريمة إبادة عفوا، الإشكالية الآن ليست في هذه الأوصاف القانونية، الإشكالية الآن في كيفية تفعيل هذه القرارات. شاهدنا أنه كثير من القرارات الدولية اللي سواء قامت بها الأمم المتحدة أو مجلس الأمن أو الجنائية الدولية، شاهدنا جميعا أنه دولة جنوب إفريقيا ومن دخل معها في ربما إسبانيا ودول أخرى الذين دخلوا معها في الدعوة التي أقامتها ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، ولاحظنا جميعا وشاهدنا جميعا جميع القرارات الصادرة. لذلك الآن نتساءل حول كيفية التفعيل، وإحنا الآن نقف أمام إشكاليتين، إشكالية التفعيل وإشكالية التعطيل. التعطيل يتخذ أمام مجلس الأمن وهذا تتخذه القوى الكبرى، لأنها تعتبر نفسها هي واضعة القانون وهي راعيته وهي التي تتحكم فيه على النحو الذي تشاء. هو الإشكالية الآن. ثانيا إشكالية التفعيل، تفعيل هذه القرارات، كيف ينزل هذا العقاب، كيف يكيف، معناها الآن رانا أمام إشكاليات كبيرة يثيرها القانون الدولي فيما يتعلق بهذا الأمر. طيب أستاذ محمد السطوحي، ضمن إشكالية التعطيل كما وصفها الدكتور عبد الحفيظ بكيس، ما هو دور الإدارة الأمريكية؟ الكثير يراها شريك أساسي في مساعدة الكيان الصهيوني على استعمال سلاح التجويع ضد السكان في قطاع غزة. أهلا بك وشكرا على الاستضافة، وهذه ربما تكون فرصة أننا أحيي موقف الجزائر في مجلس الأمن الدولي لأنه موقفها قوي دائما في دعم الفلسطينيين. لكن للأسف هناك آلية لعمل المجلس وللأمم المتحدة عموما هي التي تعوق عمل المنظمة الدولية في القيام بواجبها حقيقة في منع عملية الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون. طبعا هذا مرتبط بالموقف الأمريكي، مرتبط بالفيتو الذي تستخدمه واشنطن كثيرا لإعاقة مرور أي قرارات دولية. لكن الحقيقة أيضا أنه حتى القرارات التي يتم تنفيذها أو تمريرها لا تجد صداها على أرض الواقع، ولا تجد من يجبر إسرائيل على تنفيذها. رأينا ذلك في كثير من الحالات، خاصة بوقف إطلاق النار، خاصة بهدنة إنسانية، خاصة بالسماح بتمرير الغذاء والأدوية إلى الفلسطينيين، ومع هذا فإنه إسرائيل لا تستجيب لكل هذه القرارات، وهي اعتادت على ذلك فيما يتعلق بأي قرارات تصدر عن الأمم المتحدة أو حتى مجلس الأمن الدولي. المشكلة هي أنه إسرائيل لابد أن يكون هناك ثمن لأي مخالفات تقوم بها. للأسف أنه هي تشعر بالحماية
الحماية الدولية، وهي مرتبطة أيضا بقدرتها على استخدام السلاح، قدرتها على فرض الحصار، كل هذا دون أن يكون هناك ضغط حقيقي من المجتمع الدولي. أنا لا أقول إنه إدارة بايدن تشارك في عملية المجاعة بشكل مباشر، ربما هي ضغطت للعكس، ضغطت على حكومة نتنياهو كثيرا لكي تجبرهم أو تضغط عليهم من أجل السماح بزيادة عدد ناقلات الطعام والأدوية التي تمر إلى غزة. لكن يظل هذا الضغط محدودا، وأثره ربما رأينا بعض الأثر لأنه كان هناك منع كامل، بدأت الأمور تتحسن ولكن بدرجة قليلة لا تكفي أبدا لكي تمنع هذه المجاعة الكبيرة التي نراها. نعم. طيب معالي الوزير، لا حل يلوح في الأفق في ظل استمرار حرب الإبادة، غلق المنافذ، عرقلة دخول المساعدات، وكأنه كل المنظمات الدولية ترفع اليوم الراية البيضاء أمام الاحتلال الصهيوني وتدعه يمارس كل أنواع جرائم الإبادة، آخرها سياسة التجويع التي نتحدث عنها اليوم. برنامج الأغذية العالمي قال وأكد أن بيئة العمل الغذائية في قطاع غزة تجعل من المستحيل تقريبا إيصال المساعدات. يعني أولا الموقف الدولي الأممي سواء من خلال حركة التضامن العالمية في الجامعات أو في العواصم العربية أو مواقف الدول تغير اتجاه دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولكن هذا جانب غير كافي. ولكن أقول أن المنظمات فعلا يعني على مستوى الأمم المتحدة سواء الجمعية العامة أو مجلس الأمن أو اليونسكو أو كافة المؤسسات أو محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية قامت بدورها وأصدرت العديد من القرارات إلى حد ما الإيجابية. هذا موقف نظري أقول في هذا الموضوع، ولكن أنا أقول يعني القضية الفلسطينية ليست قضية إنسانية فقط وليست قضية وصول إمدادات. صحيح هي قضية هامة جدا، وهذا يعتبر انتهاكا صارخا لمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني، وكذلك عدم وصول الإمدادات انتهاكا صارخا للتدابير المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية، لأن عدم وصول الإمدادات هذا يساهم مساهمة فعالة في الاستمرار في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وفقا لمحكمة العدل الدولية. وبالتالي القضية الفلسطينية هي قضية حق تقرير مصير للشعب الفلسطيني، هي قضية قيام الدولة الفلسطينية، لابد من إعادة هذه القضية إلى جذورها الأصلية بعقد مؤتمر دولي. لا يعني ليس البحث عن الحلول، صحيح البحث عن الحلول الإنسانية هذا مهمة المجتمع الدولي، مهمة المنظمات الإنسانية، ولكن من خلال شلال الدم والحرب البربرية والهمجية التي تقودها السلطة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، ضد السكان المدنيين والأعيان المدنية، هذا يقتضي إلى إيجاد حل شامل وكامل وليس بعقد كل أسبوع جلسة لمجلس الأمن. كل الاحترام والتقدير لسعادة السفير الجزائري الليلة هناك نقاش يعني عمار بن جامع، وكان مبدعا يعني يعتبره شيخ الدبلوماسية الذي يضع القضية الفلسطينية كأولوية هامة جدا ويركز على الحقوق المشروعة، وهذا بإعاز وسياسة من قبل دولة الجزائر والرئيس فخامة الرئيس عبد المجيد تبون. وبالتالي هذا الموقف المتقدم والمتطور من قبل دول العالم ومن قبل الجزائر والدول العربية هذا يقتضي أن نضع حلا لإجبار إسرائيل بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وذلك من خلال إيجاد الحد الأدنى من التضامن العربي، أقول كجامعة الدول العربية أو المنظمات الإقليمية، منظمة التعاون الإسلامي، أين مدينة القدس، منظمة الدول عدم الانحياز، الاتحاد الإفريقي. وبالتالي هذه مسؤولية ليست مسؤولية الشعب الفلسطيني، والذي يملك أحقية المقاومة بكافة الوسائل التي كفلها لها القانون الدولي. ولكن بالمقابل أقول أن المجتمع الدولي هو فقط نظريا ويدعم من خلال السلاح، وهناك قرارات وقضايا مرفوعة ضد ألمانيا من قبل نيكاراغوا والعديد من القضايا، وبالأمس كانت قضية مرفوعة ضد القادة الإسرائيليين في كوريا الجنوبية. لماذا لم تحذو الدول العربية والإسلامية ودول العالم برفع قضايا والاعتراف
بما يسمى بالاختصاص القضائي العالمي، وذلك استنادا لنص المادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة، حتى نضع حدا لهذه الانتهاكات الجسيمة التي ترقى إلى جريمة إبادة جماعية، وهي مستمرة إسرائيل في ارتكابها جريمة الإبادة الجماعية بدون إيجاد جزاء أو عقوبة أو ملاحقة أو مساءلة. وهذه الجزائر كانت سباقة في هذا المجال منذ بداية الحرب، طالبت والسفير وفخامة الرئيس طالب بمساءلة السلطة القائمة بالاحتلال عن جرائمها، ولكن على أرض الواقع ننتظر من المدعي العام السيد كريم خان بأن يسرع بإصدار مذكرات قبض وتوقيف. لماذا أصدر ضد وزير الدفاع الأسبق الروسي ورئيس الأركان وحتى الآن ننتظر من الغرفة التمهيدية بإصدار هذه المذكرات حتى نضع حتى لهذه الانتهاكات الجسيمة؟ نعم. طيب معالي الوزير دكتور فهد شلال، ده أثر الكثير من الأسئلة والاستفهامات. اليوم الناس تموت جوعا، ما الأسوأ من هذا؟ والله هو الأسوأ، أعتقد أنه لا يزال قادما إن لم يتحرك المجتمع الدولي. الأسوأ هو حرب إبادة جماعية، تصفية عرقية كاملة ونهائية لكل الشعب الفلسطيني الموجود في شمال غزة بالخصوص، لأن القوات الصهيونية أو قوات الجيش الصهيوني تستهدف فعليا التجريف التام والإبادة التامة والإبعاد التام. هي المسألة تتعدى فكرة التجويع، حتى نكون موضوعيين، المسألة تتعدى فكرة التجويع، على الرغم من أنه التجويع وسياسة الأرض المحروقة وسياسة الإرهاب الإطعامي كما نسميه أو كما يسميه بعض فلاسفة القانون، هذا كله يدخل في سياسة الإبعاد أو التهجير، معناه من مات سيموت ومن استطاع أن يبعد فسيبعد ليخلو هذا المكان لاحتلاله مرة أخرى. لماذا هذا الأمر؟ لأنه في ظل عدم وجود دولة فلسطينية وفق إطارها القانوني والشرعي، وهذا ما تحدث عنه سيادة الوزير، وهذا أيضا بين قوسين ما تسعى الجزائر منذ بداية ربما تواجدها في واجهة حل هذا الصراع الدولي العميق الذي ربما أعطته الجزائر أولوية في الأمم المتحدة من خلال ما قام به سفير بن جامع حفظه الله، الذي ربما قام بأمور دبلوماسية تنم فعلا عن عراقة الدبلوماسية الجزائرية وعن بعد النظر. الجزائر ماذا تفعل الآن؟ تريد تكريس الحل القانوني لدولة فلسطينية وفق حدود جغرافية محددة. احنا نعرف أن الدولة لما تقوم على حدود أو عفوا تقوم على مجموعة من الأركان، هي الإقليم، الشعب، الاعتراف الدولي. الآن الجزائر جابت الاعتراف الدولي لكثير من الدول، الشعب موجود، يبقى تحديد حدود الإقليم، وهذه المعركة أعتقد القادمة التي تخوضها الجزائر وتخوضها بعض الدول في الأمم المتحدة من أجل تحديد فكرة الإقليم الذي تسيطر عليه كيانات الاحتلال الصهيوني أو كيان الاحتلال الصهيوني. إذا استطعنا تحديد الإقليم الفلسطيني ستبدأ ربما القرارات الدولية في البروز من جديد لتفعيلها على أرض الواقع. أما وأن الدولة الفلسطينية غير موجودة ككيان، غير موجودة كواقع قانوني، غير موجودة كواقع فعلي في الأرض، فإنه يصعب تماما التواجد أو تواجد حتى المنظمات الدولية فيها. الآن لما نحكي أو ننبه إلى دور المنظمات الدولية، ما بقي من المنظمات الدولية ذات الطابع الإنساني التي تقوم بعمل في الأراضي الفلسطينية وفي غزة على وجه التحديد، برغم كل ما لحقها من إرهاب ومن سياسة قتل ممنهج ومن قصف إلى غير ذلك ومن تضييق، إلا أنها تحاول أداء مهامها في ظروف جد صعبة أمام غياب كيان واضح قانوني للدولة الفلسطينية. معنى حتى الاحتلال يبسط سيطرته الفعلية والقانونية. الآن بعض المنافذ الإسرائيلية تريد البحث عن ربما تواجد فعلي ودائم في غزة. لماذا؟ لربما عزل غزة عن الأرض الفلسطينية وعن الإقليم الفلسطيني، وهذا في حد ذاته يشكل تحديا في قرارات الشرعية الدولية. معناه هذه الإشكالية ربما الأساسية. الآن ما يريده الاحتلال هو
تهجير كل سكان غزة نحو الجنوب، ولما لا حصرهم في مساحة إقليمية ضيقة وتجريف كل المساحة الأخرى وضمها بما يضمن أنها تكون خالية من السلاح تماما أو خالية من أي فعل مقاوم أو خالية من أي فعل فلسطيني، تمهيدا ربما لضمها أو لبناء جدارات عازلة. كل الخيارات مفتوحة أمام الكيان الصهيوني من أجل المساس بإقليم الدولة الفلسطينية كما سبق له أن احتل الكثير من الأراضي سواء أراضي 48 أو أراضي 67. طيب هناك محاذير دولية أستاذ محمد السطوحي من تحول ما يحدث إلى أو في قطاع غزة إلى الضفة الغربية وانعكاسات كبرى على الشرق الأوسط، فما يحدث في حدود قطاع غزة لن يقف أمام هذه الحدود بل سيتغداها. نعم، وبالتأكيد إذا نجحت إسرائيل في تنفيذ خططها المتعلقة بغزة فإنها بالتأكيد سوف تنتقل لتنفيذها في الضفة الغربية. إسرائيل لم تخفي نواياها فيما يتعلق بغزة. بنجامين نتنياهو لم يعلن حتى الآن عن خططه لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، هو لم يمتنع عن ذلك صدفة، لكنه يعلم أنه إذا ما تم الإعلان عن خطط إسرائيلية واضحة فإنها ستلقى رد فعل عاصف من المجتمع الدولي لأنها تتعارض مع كل القوانين الدولية ومع حتى سياسات الدول الكبرى بما فيها الولايات المتحدة، لأنه يريد إعادة السيطرة العسكرية الإسرائيلية على القطاع، يريد تقسيمه، يريد وبالأساس وإن كان لا يعلن عن ذلك ولا يستطيع تحقيقه في اللحظة الحالية تهجير الفلسطينيين من غزة، وهم لا يتحدثون عن ذلك الآن لأن الظروف ربما لا تسمح به في اللحظة الحالية، لكنه يظل هدفا قائما وسوف يسعون لتحقيقه في أي وقت تسمح به الظروف. إذن إسرائيل نواياها معروفة في ظل هذه الحكومة اليمينية المتطرفة، إذا نجحوا في تحقيق أي شيء من ذلك فلا شك أنه الهدف النهائي استراتيجيا ليس قطاع غزة لكنه الضفة الغربية. هم يريدون تهجير الفلسطينيين من هناك، هم يريدون التوسع في المستوطنات والأراضي تحت السيطرة. هناك كلام كبير عن أنه دونالد ترامب المرشح الجمهوري للرئاسة، هناك ديفيد فريدمان الذي كان سفيرا للولايات المتحدة في إسرائيل في عهد دونالد ترامب، وضع خطة لفرض السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية بحيث أنه حتى من يبقون من الفلسطينيين فيها يحصلون على ما يوصف بأنه مقيم أو permanent resident، لكن ليسوا مواطنين وليسوا لهم حق المواطنة. دونالد ترامب قال إنه سيبحث هذه الخطة مع ديفيد فريدمان. هناك أيضا مفاوضات بينه وبين ماريان أدلسون التي هي زوجة الملياردير اليهودي الأمريكي شيلدون أدلسون الذي كان وراء نقل السفارة إلى القدس. هم يبحثون الآن عن دفع دونالد ترامب إذا ما عاد للرئاسة لكي يقبل بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وربما قطاع غزة. إذن هناك خطط مرتبطة بمستقبل المنطقة، بمستقبل الضفة الغربية وغزة، ربما لا يتم الإعلان عنها رسميا لكنها بالتأكيد تتم الآن في الغرف المغلقة من أجل الوصول إلى هذا خلال المرحلة القادمة. طيب على ضوء هذا أستاذ محمد السطوحي، الكثير من التقارير كانت تتحدث على أنه نتنياهو يريد أن يكون له دور في السباق الأمريكي المقبل شهر نوفمبر لصالح دونالد ترامب، وهو يتلاعب حاليا بجو بايدن من أجل استمرار الحرب. نتنياهو يسعى دائما للتدخل في السياسة الداخلية في الولايات المتحدة، ولأنه لا يوجد من يقف أمامه ويعلن ذلك علنا ويتهمه فإنه يستمرئ هذا، فعله بصورة أكبر في الانتخابات بين باراك أوباما وميت رومني عام 2012، تدخل بشكل سافر لصالح ميت رومني، وطبعا فاز في النهاية باراك أوباما. لكن ما يحدث هو أنه الليكود ونتنياهو بالسياسات المتطرفة التي أشرت إليها منذ قليل والتي تريد فرض السيادة الإسرائيلية على كل الأراضي الفلسطينية، هم يعلمون أن الحزب الجمهوري الآن
في عناصر يمينية متطرفة هي التي تسيطر على توجهاته، وهي الأقرب لدعم إسرائيل في تنفيذ سياساتها التي أشرت إليها. ليس فقط دونالد ترامب، ولكن من يستمع إلى السياسيين الجمهوريين الآن هم أقرب لما يسمى بالتحالف المسيحي الذي يدعم إسرائيل في كل شيء بما فيه سياساتها المتطرفة. فهؤلاء أقوى دعما لإسرائيل حتى من الجالية اليهودية في الولايات المتحدة، لأنها منقسمة، فيها جزء ليبرالي يميل إلى دعم دولة فلسطينية، بينما هذا التحالف الذي أشرت إليه من الجمهوريين يرفض حتى فكرة الدولة الفلسطينية، يريد دعم إسرائيل في كل شيء بما فيه سياساتها المتطرفة. من هنا نتنياهو يسعى الآن ويحلم بحكومة جمهورية تأتي في نوفمبر القادم. هذا سيدعم الليكود الإسرائيلي في تنفيذ كل سياسات المتطرفة فيما يتعلق بمستقبل الضفة الغربية وقطاع غزة. نعم، طيب أنتقل الآن إلى معالي الوزير فهد الشلالدة. في ظل كل هذه التطورات والمتغيرات الحاصلة، نتنياهو يريد أن تستمر الحرب إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية ونتائجها، لا تحرك على الأرض من قبل المنظمات الدولية أو تحركاتها غير فاعلة في ظل تعنت الاحتلال الصهيوني ومواصلته لجرائم الحرب في قطاع غزة، مخاوف كبيرة جدا من أن يتحول الأمر إلى الضفة الغربية. إلى أين بعد كل هذا؟ يعني أولا، الضفة الغربية ما زالت تتعرض إلى أبشع الانتهاكات الجسيمة ضد السكان المدنيين والأعيان المدنية من قبل المستوطنين، يوميا ترتكب أبشع الجرائم. وبالتالي صحيح أن حجم الدمار وحجم الحرب الهمجية في قطاع غزة تزيد، ولكن في الضفة الغربية هناك أكثر من 700 حاجز عسكري، وهناك العديد يعني من انتهاك للحقوق، سواء الحق في العمل، الحق في التعليم، الحق في الرعاية الصحية، الحق في التنقل. كل هذه الحقوق محروم منها الشعب الفلسطيني من قبل المستوطنين، ويوميا تقوم بضم وقضم العديد والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وملكياتها. وبالتالي القضية ليست تجزئة للإقليم الفلسطيني، قطاع غزة أو الضفة الغربية أو مدينة القدس، ولكن أقول أنا بغض النظر عن هذه السياسة اليمينية المتطرفة، السياسة العنصرية التي هذه الحكومة تمارس، سياسة الفصل العنصري الأبارتايد، وبالتالي على الأمم المتحدة والجمعية العامة أن تصنف هذه الدولة بدولة الفصل العنصري وتصوت للقيام بطردها وفصلها من عضوية الجمعية العامة كما حصل مع جنوب أفريقيا في الستينات. وثانيا، يعني ما يقوم به رئيس الوزراء الإسرائيلي هو أولا في قفص الاتهام. يعني القضية المرفوعة من قبل جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية هي تطالب بالدرجة الأولى، صحيح هي تطالب إسرائيل بالمسؤولية المدنية، لأن محكمة العدل الدولية هي محكمة دول تسائل الدول بجبر الضرر والتعويض، ولكن بالإضافة إلى ذلك أن من قام بإعطاء الأوامر والتعليمات بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة رئيس الوزراء والقادة الإسرائيليين، وبالتالي هذا مؤشر لتقديمهم إلى المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية أو أمام أي قضاء جنائي دولي آخر، لأن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 48 هي تنص ليس فقط منع الجريمة وإنما المعاقبة. يعني من حق أي دولة طرف مصادق على هذه الاتفاقية أن يقوم بملاحقة هؤلاء المجرمين كما حصل في جنوب أفريقيا، أو رفعت قضايا في النرويج ورفعت قضايا في سويسرا، ولماذا فقط القضاء الأوروبي هو الذي يقوم برفع هذه القضايا؟ ومن هنا ندعو الدول إلى الاعتراف بالقضاء أو الولاية العالمية الجنائية حتى يمثل هؤلاء المجرمون أمام القضاء الوطني. وثانيا، يعني بغض النظر، صحيح هو يقود هذه الحرب الهمجية ومستمر في ذلك لإعفائه من المحاكمة في القانون الوطني الإسرائيلي، ولكن على أرض الواقع الشعب الفلسطيني ثابت لا للتهجير القسري، والشعب الفلسطيني يملك أحقية المقاومة المكفولة في القانون الدولي بكافة الوسائل، ونحن كشعب فلسطيني نناضل من أجل الحماية القانونية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس. ولكن هذا يعني الموقف
يعني لابد من الدعم العربي والدعم العالمي من أجل دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. ليس يعني النضال في أروقة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية هو أحد النضالات الفلسطينية، ولكن على أرض الواقع هناك أكثر من جانب يمكن أن نناضل من أجله، من أجل حصولنا على حقنا في تقرير مصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وأنا أقول أن يعني الإقليم بغض النظر عن اتفاقية أوسلو، الإقليم الفلسطيني هو يمتلك الشخصية القانونية. هناك اعتراف قانوني عام 2012 برفع المكانة القانونية لدولة فلسطين كدولة غير عضو، انضمت إلى أكثر من 100 اتفاقية، ولكن الذي ينقص هو إعلان الاستقلال. يعني الركن الإقليم موجود، والحدود لسنا بحاجة إلى مساحين للحدود ولا مهندسين. قرار التقسيم هو السند القانوني لقيام الدولة الفلسطينية. واضح. هناك إسرائيل أنشئت بموجب قرار التقسيم رقمه 181/2 بتاريخ 29/11/47. وإسرائيل هي الدولة الوحيدة المعلق على قبولها على تطبيق هذين القرارين، وهو قرار 194 القاضي بحق العودة، وثانيا قرار التقسيم. وبالتالي الحدود محددة في القانون الدولي، ونحن نقر بمبادئ وقواعد القانون الدولي في هذا الجانب. والدول التي اعترفت بتطبيق قرار التقسيم عليها أن تقوم بالاعتراف بالشق الثاني، وهو الاعتراف بدولة فلسطين كما فعلت العديد من دول العالم. وبالتالي هذا لابد لدول العالم أن تحذو كافة الدول التي اعترفت بدولة فلسطين في هذا الجانب، وهذا مؤشر إيجابي من دول العالم. نعم. طيب إذن بعد الفاصل، لازاريني يحذر من نفاذ موارد الأونروا بعد نهاية أوت المقبل، وهل سيؤثر قرار المحكمة العليا بتجنيد الحريدم على بقاء حكومة بنيامين نتنياهو؟ مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من برنامج حديث الجزائر. كما أشرت قبل الفاصل، أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيليب لازاريني أكد مقتل أكثر من 200 شخص من العاملين بالوكالة في قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي، وتعرض 290 مؤسسة ومرفق للقصف من قبل الجيش الإسرائيلي، مطالبا في ذات الوقت بضرورة احترام قرارات الأمم المتحدة الصادرة بشأن العاملين في الأونروا، وأن يكون هناك اتفاق على خارطة طريق لتمكينها من تنفيذ صلاحياتها في القطاع. إذن دكتور عبد الحفيظ بكيس، نحن أمام معضلة قانونية، ماذا بعد الأونروا؟ ما هي المنظمة التالية التي سيستهدفها الاحتلال الصهيوني؟ فعليا واقعيا أنه الاحتلال الصهيوني استهدف جميع المنظمات، لم يستثني أي منظمة عاملة في القطاع أو في فلسطين ككل، يعني في 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 حدود الدولة الفلسطينية وبخاصة في القطاع، لأنه هذا أولا يهدد مشروعه التوسعي، مشروعه الاستثماري في قطاع غزة، وربما وجود منظمات إغاثية دولية على غرار مثلا منظمة الأونروا أو منظمة غوث الدولية أو كثير من منظمات أو حتى منظمة المطبخ العالمي الدولية التي استهدف الاحتلال قبل أيام فقط سيارة فيها 4 من موظفيها قتلوا وهم من جنسيات أوروبية ولم يحرك العالم ساكنا، كلها هي سياسة استهداف، منع وصول أي معونة للأراضي الفلسطينية وبالضبط إلى أطفال غزة خاصة في الشمال، من أجل تحديد ربما معالم الطريق لتطبيق السياسة الاستثمارية الصهيونية، من أجل إفراغ الشمال من ساكنيه وترحيل جميع سكان قطاع غزة نحو الجنوب وقتل ما تبقى منهم. هذه الآن صارت برنامج عمل مفضوح، ربما كثير من المتابعين يصرح أن هذا لم يصرح عنه نتنياهو ولم تصرح به الحكومة الصهيونية، لكنه أمر واقعي يطبق على أمر الواقع وفق نظام ممنهج واضح المعالم، وصفه كما سبق وأشرنا في القانون الدولي هو جريمة حرب مكتملة الأركان، سواء بما أقره مجلس الأمن الدولي أو بما أقرته الأمم المتحدة أو بما أقره أيضا نظام روما للقانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. الآن المنظمات الدولية لا تستطيع تقديم شيء، لماذا؟ لأن المنظمات الدولية بطبيعتها احنا في القانون قسمها إلى قسمين،
منظمات حكومية ومنظمات غير حكومية. المنظمات الحكومية مرهونة بالقرارات السيادية السياسية لبلدانها، وحنا نشوفوا أنه كاين تكتل أو تكالب عالمي الآن على دعم الاحتلال الصهيوني. لا أحد من الأنظمة السياسية الدولية ربما يقرر مجابهة الكيان الصهيوني وإرسال منظماته الحكومية إلى 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 أراضي غزة. بالنسبة للمنظمات غير الحكومية يجب أن نضع نقطة نظام واضحة، من أنشأ هذه المنظمات وعلى رأسها الأمم المتحدة؟ أليست هي الدول الآن التي تدعم الكيان الصهيوني؟ من أنشأ هذه المنظمات؟ أي أليست هي الدول المنتصرة التي شكلت التحالف الدولي بعد الخروج من الحرب العالمية الثانية، وهي الدول الآن الداعمة والمساندة لجرائم الاحتلال الصهيوني على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية؟ أين تقع مقرات هذه المنظمات؟ أليست في الولايات المتحدة؟ من أين تأخذ تمويلها؟ من ذات الدول؟ معناه نقدر نقول أنه حتى المنظمات الدولية التي تتحدث باستقلاليتها في القانون الدولي أو بوصفها في القانون الدولي أو بغطائها في القانون الدولي الإنساني وفقا لواجباتها، هي أيضا تتحصل على تمويلها من نفس الدول السياسية أو نفس الأنظمة السياسية للدول الداعمة للكيان الصهيوني. نعم. هنا أعتقد أن حلقة البالون أغلقت للأسف الشديد على الشعب الفلسطيني. يبقى الحل الوحيد هو من المنظمات ربما المستقلة الخارجة عن إطار المنظمات الأمم المتحدة التي ربما تشكل أو تشكلها تحالفات مستقبلية. نعم. لدول قد تضغط في أرض الواقع على الكيان الصهيوني وعلى داعميه على الأقل للوصول إلى ربما وأد هذه السياسة، سياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال الصهيوني على أرض الواقع. الآن الدور سيأتي على كل المنظمات، لأنه فعليا غزة أفرغت من المنظمات. الاحتلال يجابه من خلال قراراته الحكومية أنه لن يعترف بأي منظمة، أنه لن يمنح أي ترخيص لأي منظمة مستقبلا. هذا في مواجهة كل الأعراف الدولية، في مواجهة القانون الدولي. من يمارس سياسة العقاب على الكيان الصهيوني الآن؟ هذه مشكلة دولية، حتى مشكلة قانونية، أن القرارات اللي كنا نعتقد أنها ملزمة وأنها تشكل إرهاصا للعقاب الدولي ضد الكيان الصهيوني، سواء العقاب الاقتصادي أو العقاب السياسي أو العقاب الإقليمي، صارت بلا روح بلا فعالية. معناها الآن نقدر نقول أن القرارات الدولية اللي كنا نصفها بين قوسين ملزمة صارت الآن بلا فعالية بلا روح، لأنه سياسة ربما المرحلة الثانية وهي بعد سياسة التعطيل اللي تحدثت عنها قبل قليل وهي سياسة التفعيل صارت الآن معولها بيد هذه الدول التي تساند الكيان الصهيوني. أكثر من ذلك أنه حتى هذه الدول إذا في حال ما إذا ربما خرجت عن عباءة المساندة السياسية فإن اللوبي الصهيوني المتواجد النافذ داخل هذه الإدارات السياسية يلعب دورا مهما، خاصة والدليل على ذلك ما نشاهده أو ما نسمعه في الإعلام بشكل مستمر عن الدور الفعال الذي تلعبه أو يلعبه اللوبي الصهيوني في الانتخابات الرئاسية المقبلة. أيضا ما يحدث من أزمة سياسية في فرنسا، هل تعتقدون ربما أنها أزمة داخلية في خضم الأزمات العظيمة، أزمة المهاجرين، أزمة كذا، لم يتزعزع النظام الفرنسي؟ الآن نشاهد تزعزع النظام الفرنسي نتيجة معارضة بسيطة لسياسات معينة في الأراضي المحتلة. هذا كله يدفع بربما الاحتلال لصنع نظام أو صنع فوضى داخلية لدى كثير من الدول التي تحاول ربما الخروج عن سياسة الدعم الصهيوني. نعم. طيب أستاذ محمد السطوخي، الدور على من بعد الأونروا في ظل المفارقة التي نعيشها، يد لتوريد السلاح إلى الكيان الصهيوني ويد أخرى للتنديد أو للتأسف على الوضع الفلسطيني في المنابر؟ نعم، هو القضية بالنسبة للأونروا ليست فقط أنها منظمة دولية، هناك طبعا إسرائيل لها موقف سلبي قديم من الأمم المتحدة ومن المنظمات الدولية عموما، ولكن الأونروا تحديدا إسرائيل تعتبرها عدوا، ليس لأنها تؤدي دورا مختلفا، ولكن لأن بها اسم اللاجئين الفلسطينيين، وهم يسعون بشكل أساسي لقتل هذه العبارة، إنهائها تماما، بل وأنه من الممكن السماح لأي منظمات دولية فيما بعد للقيام بدور الأونروا، ولكن ألا تحمل هذا الاسم منظمة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين. فهم مثلا
قالوا أنها تدعم حماس، أنها تسمح باستخدام المدارس والمباني الخاصة بها للعمليات الإرهابية، هذا كله من أجل أنه إنهاء عملها في غزة. طيب من سيقوم بذلك؟ هم يعلمون أن الأونروا بما لديها من موظفين، بما لديها من مبان، بما لديها من بنية أساسية، هي الوحيدة القادرة على تنفيذ هذه المهام. هم لا ينهون عمل المنظمة كعمل، لا ينهون عمل العاملين لديها حتى، هم فقط يريدون منظمة أخرى تحمل اسما مختلفا حتى تستكمل هذه المهام. إذن القضية هي إنهاء دور الأونروا باعتبارها منظمة خاصة باللاجئين الفلسطينيين، ولا بأس من عودة منظمة أممية أخرى تحمل تعبير اللاجئين عموما وليس اللاجئين الفلسطينيين على وجه التحديد. أعود إلى قضية واشنطن. أنا اعتقادي الشخصي أنه إذا كان هناك دولة واحدة في العالم تضررت بما تفعله إسرائيل الآن فهو الولايات المتحدة الأمريكية. كيف؟ نعم. استمع إلى جو بايدن عندما جاء إلى البيت الأبيض منذ حوالي 4 سنوات وهو في حملته الانتخابية وبعد فوزه، كان يتحدث عن أنه أمريكا هي التي ستعود على قمة العالم الحر، هي التي ستدافع عن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. لماذا؟ لأن هناك استراتيجية أمريكية أنه التحدي الأكبر الآن هو الصين ومعها روسيا ومعها بقية دول العالم التي تسير في هذا الاتجاه مثل إيران. هو اعتبر أنه موقع واشنطن على قمة العالم الحر كما يصفونه هو الذي سيمكنها من تجييش القوى العالمية في مواجهة هذا التحدي الأكبر للاستراتيجية الأمريكية ممثلا في هذه الدول. ثم عندما جاء إلى البيت الأبيض قال إنه هذه عودة لنظام عالمي تحكمه قواعد، قالها عندما غزت روسيا أوكرانيا، واعتبر ذلك أنه يمثل الشرعية الدولية التي ستساعده على تجييش العالم من أجل مساندة أوكرانيا أمام الغزو الروسي الذي أطلقوا عليه كل الصفات أنه وحشي وقاتل وانتهاك لحقوق الإنسان. الآن دعينا نرى ما يحدث في غزة، وبدعم أمريكي حتى وإن كانوا ينتقدونه في بعض الكلمات، لكنه إسرائيل تفعل كل ذلك بسلاح أمريكي وبحماية وغطاء سياسي أمريكي. النتيجة أن واشنطن الآن لا تستطيع أن تخرج على العالم لكي تقول لهم ادعموا أوكرانيا ضد روسيا لأنه هذا ينتهك حقوق أوكرانيا وينتهك النظام العالمي. هي لا تستطيع أن تفعل ذلك الآن، هي لا تستطيع أن تخرج لمواجهة الصين وتقول أن الصين تنتهك حقوق الإنسان وأنها تنتهك حقوق المسلمين في بعض المناطق الصينية وأن الصين تريد فرض الدكتاتورية ونظام الحزب الواحد. هذا كله لم يعد يجد صدى عالميا بعد أن رأى الناس ما يحدث في غزة ورأوا ما تفعله أمريكا. إذن أمريكا تخسر استراتيجيا، ليس فقط بالنسبة لغزة وليس فقط بالنسبة للشرق الأوسط الذي تعود إليه كمستنقع تنغرس فيه، ولكن حتى في استراتيجياتها العالمية تجد نفسها في موقف متراجع الآن أمام كل التحديات العالمية. نعم. طيب أنقل هذا إلى معالي الوزير الدكتور فهد الشلالدة، ما هو سيناريو المرحلة المقبلة في ظل كل هذا؟ يعني بالرغم من هذه الحرب ضد الشعب الفلسطيني إلا أنه الشعب الفلسطيني يناضل من أجل التحرر والاستقلال، والسيناريو يعني هو الحرب في نهاية المطاف ستنتهي، وإسرائيل من ناحية قانونية أعلنت الحرب على قطاع غزة وهذا مخالف للقانون الدولي. كيف يحق لدولة محتلة أن تعلن حربا على إقليم محتل؟ قطاع غزة عندما انسحبت إسرائيل من هذا الإقليم انسحبت، هو في القانون الدولي إعادة تموضع وإعادة انتشار، لأن إسرائيل هي مسيطرة جوا وبرا وبحرا وعلى كافة المعابر. وبالتالي يعني السيناريو القادم هو صحيح القضية الفلسطينية، إعادة القضية الفلسطينية إلى جذورها، والذي يقوم بحل هذه القضية أو الجهة المتحدثة بهذه القضية أمام العالم هي منظمة التحرير الفلسطينية كشخص من أشخاص القانون الدولي، وحصلت على مركز قانوني في الأمم المتحدة، وفي عام 2012 تم النص
على أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني. هذه قضية. القضية الثانية، هناك قرارات شرعية دولية وهي ثابتة. أنا يعني كان الحديث عن الأونروا، ولكن أنا أود أن أقول القضاء على منظمة الأونروا هو القضاء على قضية اللاجئين والقضية الفلسطينية، وهذا لم يحدث أبدا، لأن هذه المنظمة أنشئت بموجب قرار من الجمعية العامة، وبالتالي على الدول أن تقوم بالمساهمات الإلزامية بدل أن تكون مساهمات طواعية لهذه المنظمة الدولية التي ترعى شؤون اللاجئين الفلسطينيين. وبالتالي بغض النظر، يعني نأمل أن يكون تدخل من قبل دول العالم وخاصة الأمم المتحدة، وبشكل خاص الولايات المتحدة الأمريكية التي همشت الدور الرئيسي للشرعية الدولية، وهمشت الدور الرئيسي لميثاق الأمم المتحدة، وأضعفت مبادئ وقواعد القانون الدولي، وأضعفت كذلك قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، وحتى القرارات القضائية الصادرة عن محكمة العدل الدولية. وبالتالي لابد من إعادة هذه القضية، قضية عالمية. القضية الفلسطينية هي محور، يعني أصبحت في الرف الأول أو على جدول أعمال المجتمع الدولي، وبالتالي لابد من إعادة هذه القضية عبر عقد مؤتمر دولي ترعاه الأمم المتحدة والدول المعنية في هذا المجال لحل هذه القضية. لأن ما يحصل في قطاع غزة لا يهدد الأمن والسلم في فلسطين فحسب، وإنما يهدد الأمن القومي العربي، يهدد الأمن والسلم في العالم أجمع. ما يحصل في قطاع غزة وفي الأرض الفلسطينية المحتلة، وهذه مسؤولية مجلس الأمن، مسؤولية الجمعية العامة. لابد من إعادة النظر في الإصلاحات الهيكلية والقانونية داخل الجمعية العامة لإعطاء الصلاحيات الكاملة في حال إخفاق مجلس الأمن أو عجزه عن اتخاذ أي قرار لحل أي قضية تهدد الأمن والسلم في العالم كما يحصل في فلسطين، أن يفعل قرار الاتحاد من أجل السلم في الجمعية العامة، وأن توسع العضوية داخل مجلس الأمن. لأن ما يحصل هو ازدواجية التعامل في القضايا المطروحة، القضايا الإنسانية. هناك تعامل المجتمع الدولي في قضية أوكرانيا، الحرب الروسية الأوكرانية، بشكل يختلف عن ما تعامل به المجتمع الدولي ما يحصل في فلسطين. والولايات المتحدة الأمريكية تزود إسرائيل بالسلاح، وهذا مخالف لقانون ليه والقوانين الأمريكية الداخلية، لأن لا يجوز استخدام هذه الأسلحة في انتهاك حقوق الإنسان. وبالتالي إذا كفى لهذا المجتمع الدولي الظالم الذي تهدد المحكمة الجنائية الدولية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، تهدد المحكمة الجنائية الدولية من قبل إسرائيل، إذا ماذا تبقى من القانون الدولي؟ صحيح. وبالتالي أنا أقول هذه مسؤولية كافة المنظمات الإقليمية والدولية من أجل إنهاء هذا الاحتلال الذي يعني مضى عليه أكثر يعني زمنا طويلا ورجحا طويلا. والحق اللاجئين وحق العودة في المادة 11% القرار 194، حق العودة، السماح بعودة اللاجئين إلى بيوتهم ومنازلهم في أقرب فرصة ممكنة. كان النص في خلال سنة، وحتى الآن نحن ننتظر كشعب فلسطيني بالعودة، ولم نتنازل عن أي حق من حقوقنا التي كفلها لنا القانون الدولي. بغض النظر، نحن سنقاوم هذا الاحتلال بكافة الوسائل المشروعة التي كفلها لنا القانون الدولي، وسنحصل في نهاية المطاف على حقنا في تقرير مصير وفق قرارات الشرعية الدولية. طيب دكتور عبد الحفيظ بكيس، في أقل من دقيقة حتى نترك المجال للأستاذ محمد السطوحي، في اعتقادكم قرار المحكمة العليا بتجنيد الخريدم هل فعلا سيعمق الأزمة داخل الاحتلال الصهيوني، خاصة أنه إتمار بن جفير اليوم في واشنطن وصرح بأنه الكيان الصهيوني أمام مفترق طرق؟ فعلا واهم من يظن أن الاحتلال الصهيوني لا يعيش أزمة، واهم من يظن أن الاحتلال الصهيوني ربما يعيش في أزهى فتراته أو أرقى فتراته. لا، المقاومة كبدته الخسائر الفظيعة سواء داخليا أو خارجيا، اقتصاديا، حتى في النسيج الاجتماعي، حتى في النسيج الديني. هذا النسيج الديني الذي جاء على خلفية قرار الحريدين أو تجنيد الحريدين هو صدام سياسي ديني ما بين هذين الأقليات، وبالتالي سيؤجج نار الصراع ما بين الحكومة، وينذر إن شاء الله سقوطها عما قريب. طيب أستاذ محمد السطوحي، الزيارات، زيارة القادة السياسيين أو حتى العسكريين إلى واشنطن، هل هناك ما يدار في مطبخ الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بحكومة الاحتلال الصهيوني؟
هناك الكثير الذي يتم التداول بشأنه الآن مع المسؤولين الإسرائيليين، مستقبل القطاع في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، مستقبل السلطة الفلسطينية، الضفة الغربية، أمور خاصة بلبنان. هناك سعي من جانب واشنطن الآن لتحجيم التصاعد على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، ووقف ربما لا يتم وقف ما يحدث من تبادل القصف بين إسرائيل وحزب الله الآن، لكن على الأقل عدم تصعيده، وإن كانوا يعلمون أنه هذا لن يتوقف تماما إلا مع تسوية سلمية ووقف لإطلاق النار في غزة. أيضا إيران، إسرائيل تتحدث عنها الآن بأنه الوقت حان لكي تنفذ واشنطن التزامها بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. ربما يريدون التصعيد أيضا مع إيران في هذا التوقيت. واشنطن لا تريد هذا التصعيد، ولكن السؤال هل تنساق إليه رغم أنفها؟ ونختم إذن بهذا السؤال. أشكركم الأستاذ محمد السطوخي الكاتب الصحفي، كنت معنا من نيويورك، وأشكر معالي وزير العدل الفلسطيني الأسبق الدكتور فهد الشلالدة، وأشكركم أيضا الدكتور عبد الحفيظ بكيس أستاذ القانون. مشاهدينا الكرام، ختام هذا الغد من برنامج حديث الجزائر، ألقاكم على ألف خير، بأمان الله.